زي منطلع عليكم بهالحلقة العاشرة من الموسم الثالث من برنامجنا مهم تكون مسيحي برنامج التعليم المسيحي للبالغين وبمسيرتنا بهالسنة هيدي وصلنا إلى هالحقيقة أن الحياة المسيحية هي حياة مشوار شفاء وعودة مع يسوع إلى أورشليم إلى حضن الآب الى الجنه الجنه الحقيقيه يلي كان عايش فيها الانسان قبل ما يقرر انه يعيش بعيد عن الله ويوقع بجرح الخطيه وبموت الخطيه وبفشل حياته من جراء الخطيه ويمكن السؤال بيبدا دائما شو لازم اعمل من وين بدي بلش وقبل ما نحاول نلاقي جواب على هالسؤال هيدا بدي اول شيء رحب فيكم بدي رحب بالموجودين معي هون بهالكنيسه وبدي اتمنى انه لقائنا اليوم يكون فرصه نقدر اليوم نسمع فيها هالكلمه بحياتنا مش بس بعقلاتنا لانه اذا كان يسوع عطينا موعد بقلب جروحاتنا بقلب وجعنا بقلب بشريتنا وجيتها مهم كثير اليوم اخوتي نستقبل حضوره اللي جاي بهالبشاره بحياتنا مش بس بعقلاتنا ولكن اليوم بدنا نكون حاضرين بوجعنا بالامنا بخطايانا بصعوباتنا اليوم اخوتي بقدر ما منكون واعيين على واقعنا الحقيقي وما عم نتخبى ورا إصبعنا بقدر ما منكون عن جد اليوم حقيقة موضوع اهتمام يسوع ولقاء يسوع وشفاء يسوع شو علي إني أعمل لحتى أترك يسوع يداوي لي قلبي أن أستقبل هذا الحب كما يستقبل المريض كلام الطبيب. اخوتي اليوم انا واياكم رح نتامل بنص من الانجيل رح يساعدنا نكتشف اولا انه مشوار التوبه مشوار الرجوع الى اورشليم، مشوار الحياه المسيحيه يبدا باعتراف الانسان بضعفه بصعوباته بخطاياه يقدر يسميهم باسمهم إذا بتروح عند الطبيب وإنت راسك عم يوجعك وبتقله كل مشاكل جسمك بس ما بتقله المشكلة الأساسية اللي هي راسك بتكون عم بتضيع حالك وعم بتضيع الطبيب وإذا كان يسوع بيعرفنا وبيعرف مشكلتنا وبيعرف وجعنا بشو بدنا نضيعه مش هون المشكله المشكله اخوتي انه اذا ما اكتشفنا جرحنا ومرضنا وسميناه باسمه نحن لا حنعرف ناخد الدواء ولا حنتركه يصب الزيت والخمر على مكان الجرح الحقيقي مشان هيك اليوم اخوتي بدايه مشوار ايماننا يبدأ بمكان لازم نستقبل فيها الحب مثل ما قلت كما يستقبل المريض الطبيب وتنتساعد على هالنقطه تنفهم اكثر رح نستعين اليوم بنص من انجيل لوقا نص كمان من النصوص الاساسيه بهالانجيل وهو بالفصل السابع من إنجيل لوقا ابتداء من الآية ستة وثلاثين بيقول ودعاه فرسي ليأكل معه فدخل يسوع بيت الفرسي واتكأ للطعام وكان في المدينة امرأة خاطئة بعد الترجمات تذكر انها كانت بغي زانيه فلما علمت انه متكئ في بيت الفرسي جاءت ومعها قاروره ثمينه مملوءه بالطيب ووقفت من ورائه عند قدميه تبكي وبدات تبل قدميه بالدموع وتمسحهما بشعر راسها وتقبلهما وتدهنهما بالطيب اخوتي اذا ننظر لها النص هالنص عم يحكينا عن مجيء يسوع إلى إحدى المدن يلي ممكن تكون اليوم المدينة يلي أنا وياك عايشين فيها حياتنا والإنجيل بيحطلنا لنا أمام يسوع شخصين هلا رح نشوف إنه هؤلاء هذين الشخصين بيمثلوا الموقفين يلي ممكن الانسان يقفن امام مجيء الرب يسوع اول موقف اول شخص بيحكينا عنه الانجيل هو كان رجل فريسي فريسي بالنسبه لايام يسوع يعني رجل عبراني ملتزم صحيح كانوا الفريسيين معلقين كثير على الشريعة وكانوا كثير دقيقين وحرفيين ولكن هني بالنهاية القسم الأكبر منهم كان أشخاص يريدون أنه يطبقوا الشريعة ويعيشوا الدين بعمقه يعيشوا الدين بجذريته وهذا الشخص بيعمل عمل ظاهريا حلو رائع دعا يسوع الى بيته قال له تعا بدي اعمل لك وليمه تعا كل عندي شخص عم بيحاول يقدم ليسوع شيء من حياته سمع عن يسوع يسوع جاي على المدينه استقبلوا هلا رح نشوف بوضعية نوعا ما ندي أو فوقية بيعزم يسوع يجي لعنده والصورة كثير رمزيتها حلوة بده يجيب يسوع لميلته هالشغلة بتذكرنا شوي باللي دائما حذرنا منه يلي مربوط بالشريعة ومربوط بمجهود الإنسان اللي هو التدين الطبيعي محاولة استرضاء يسوع وجلبه إلى بيننا كم مرات كثيرة منعيش حياتنا المسيحية حتى نحس حالنا أنه الله راضي علينا الله من يمنا نحن بالمكان نحن من المخلصين ليش لأنه رضينا لأنه عملنا له كم مرات نساعد الفقراء منحط بالصينيه منصلي، بنعمل أماتات، كرمال شو؟ كرمال نحس حالنا انه نحن ماشي حالنا خلص مشي الحال. وبالجهه المقابله امراه خاطئه بعيده زانية مش ملتزمة حياتها خربانة بعيون الدين والتدين هيدي زبالة بعيون المجتمع هيدي مرة عاطلة بعيون الناس كلها ما بتستاهل يسوع يجي لعندها، يعني لو عزمت يسوع ما بعرف إذا رح يقبل العزيمة ويروح. إذا بنطلع ونشوف هذه المرأة بالعيون البشرية ما بتستاهل مجيء يسوع. وبقلنا الإنجيل أتت إلى البيت. لكم شو حلوة هالصورتين. الفريسي سمعان. الحديث هلا بعد ما اسمه سمعان، اسمه الفريسي، لكن كيف النص بيعمل له مثل كانه جوهره هو المجهود شخصيته انتمائه سا بيرسوناليتي هي بإنتمائه الديني هيدا عم بيجيب يسوع لعنده المراه بوضعيتها تذهب هي لعند يسوع ولا رح نشوف الفريسي يجلس امام يسوع والمراه تاتي من خلفه عند قدميه المراه تاتي مش قدام يسوع المراه تاتي بمسيره خلف يسوع وعند قدميه وليش عند قدميه مش علامة إذلال علامة بدي أقولها بس ما تفهموني غلط انسحاق تواضع ولكن ليس بالمعنى ان هي عارفه حالها متواضعه عم تعمل فعل تواضع يلي بيعرف يلي بيتقصد يعمل فعل تواضع بيكون متكبر ولكن كانت عارفه انه هي ما بتستحق كانت عارفه انه هي بدها تلتجئ الى يسوع الذي صار انسان وبنعرف انه الاجرين كانوا بجسد الانسان هن يلي اكثر شيء بينجويوا من جيه الارض بايامها ما كان في احذيه مثل اليوم وكلسات بايامها ما كان في باطون وزفت بايامها كان الانسان يمشي على الارض اجراء شبه عريانين اكثر شيء كان ينجوي بالانسان هن اجراء ولما اتت الى اجرين يسوع كانت جايه لعند يسوع الذي رضي انه ينزل الى جية البشرية وينجوي فيها. كانت عارفة انه هي بتشبه هالجية اللي اجا يسوع ينغمس فيها. منا جاية ونفكر حالها انها هي طاهرة وبتستحق انه يسوع يجي لعنده اجت لعنده بالمكان يلي هي عارفه فيها لا تستحق تجرب تعمل شيء اسمه الفرصه الاخيره جربت تلاقي الحياه بالخطيه وقعد بالموت جربت تلاقي الحب بالبشر استغلوها عملوا منا إنسانة مش آدمية. جربت تلاقي الفرح من علاقاتها بالناس أصبحت اللي الكل بينظرنا نظرة فوقية وبيطلع فيها بإزدراء. ولما سمعت أن يسوع في بيت الفريسة عملت ذات الفعل اللي عمله الأعمى. قالت هو فرصتي الأخيرة فرصة حياتي إذا هو طلع مثله مثل البقية أنا ضيعت الفرصة ما بقى عندي أمل ولكن عكتر ما سمعت عنه كانت عارفة إن جاي تتلاقى بشخص ما بيشبه الآخرين وأخوتي إذا أنا وياكن لم نقترب من يسوع وعارفين انه عند يسوع رح شخص يفكر ويتصرف ومنطق ويختلف عن منطق كل البشر وكل مقاييس البشر نحن منكون مضيعين البوصله بالتدين الطبيعي منروح عند اله فبركناه على صورتنا بالايمان يسوع بفاجئنا بصورة مش ممكن ننتظرها أبدا يسوع سوف يفاجئ المرأة الخاطئة وسمعان الفريسي وأنا وياكم كمان رح ناخد بريك تنرجع أنا وياكم نشوف بالنهاية شو عملت هالمرأة لحتى تفوت بهالعلاقة الحقيقية علاقة الإيمان مع الرب يسوع عودي لكم مشاهدينا الاعزاء لحتى نشوف هذه المراه الخاطئه عند سم عندما سمعت انه يسوع موجود ببيت الفريسي واجت من خلف تتبعه تريد ان تكون تلميذي عند قدميه شو عملت لنا كانت تبكي لنا بكت كانت تبكي وبدأت تغسل أرجل يسوع بدموعها وهون إخوتي مفتاح مفهوم النص ليش كانت تغسل رجليه بدموعها رجليه يلي مجويين من تراب البشري من جية البشري وكيف بدها تغسلهم بدموعها واحد اذا فحش من البكي ما بيقدر يطلع كم نقطة، كيف تغسل له دموعها؟ بدموعها؟ لك قديش مرات انا وياكم منفكر انه دموعنا وانه توبتنا قادرة تمحي خطايانا بس هي منا قادرة تنظف شيء ابدا، هلا حنشوف انه النظافة رح تيجي من مكان اخر. ولكن كيف قدرت تغسل له دموعها؟ بدموعها؟ وما فهمت هالنص إلا لما مرة شرحوا لي عن هالقطعة هيدي يلي بالمتاحف القديمة في منها كثير وهيدي قطعة خارج متحف لأنه على نية يلي أخذتها من عنده أنه هيدي عمرها ألفين سنة يعني تقريبا من عمر المسيح وهيدي هالقطعة الإزاز المجوية اسمها المدمعه تتكون رسلت اجرين يسوع بدموعه معناته كانت حامله مع مدمعه مليانة دموع وشو كانت المدمعه المدمعه كان وعاء زجاجي كان الو غطا يجمع فيه الانسان دموعه كانت عادي عند الأقدمين تجميع الدموع حتى بالعهد القديم بيقول له أليس الدموع في مدمعتك في وعائك هلا رح نشوف ليش كانوا يجمعوا دموعهم لأن الدموع الإنسان بيذرفها لما بيكون مزعوج متضايق وكثرة الدموع كانت تعني تعبير عن الانزعاج عن الوجع عن الألم ومين كان يجمع دموعه؟ ولمين مين كانوا يجمعوا دموعه؟ كان الإنسان الموجوع المزعوج المدايق يجمع دموعه تعبّر للآخر عن كبر وجعه وعن عظمة ألمه بالبعد عنه. كانت المرأة لما زوجها يروح على الحرب بغيابه تبكي عليه وتشتاق له وتجمع دموعه لحتى لما يرجع تقدم له دموعه وتقول له ليك قديش بكيت بغيابك كانت الام اذا مات ابنها تجمع دموعه تتعبر عن لوعتها واسى حياتها ووجعها بالغربه كان الخاطئ البعيد عن الله لما بده يتوب يعمل فترة توبة ويجمع دموعه ويطلعهم للهيكل يقدمهم بالهيكل علامة عن وجعه وألمه لهالفترات الطيش يلي عايشون برات هالعلاقة مع الله وعندما أتت المرأة بالمدمعة مدمعه وجعها وحدتها فراغة دموع خطيتها شو كانت عم بتقله ليسوع اجت سكبتن على اجريه كانت عم بتقله شغلتين مهمين اخوتي هن اساس كل الحياه المسيحيه ولا رح نشوف ليش سمعان تشكك أول شيء تشكك منه سمعان إلّا إيه لو هيدا نبي كان لازم يعرف إنه هاودي دموع خطية كان لازم يقول روحي يقدميهم بالهيكل روحي يطب الشريعة روحي توبي عنه قدام الله وبعدين ارجعي كان متوقع من يسوع يحس إنه في وحدة خاطئة إجت على إجره من ورا يلكسها بكعب إجره ويقول روحي على الهيكل لما يسوع تركه تسكب دموعه على أجريه يسوع قبل إنه المرأة تعترف أنه الله الحاضر بين البشر أنه هو الهيكل الجديد أنقذوا هذا الهيكل وأنا أبنيه في ثلاثة أيام إنه هو حضور الله الجديد إنه هو القابل الدموع اعترفت به إلها لحياتها واعترفت به زوجا لها المرأة كانت تجمع دموع على زوجها بغيابه وكأن قالت له جربت تلاقي الحب من أشخاص كتار ما عندي إلا هالدموع تقلك إني أنا اليوم اكتشفت إنه أنت عريس حياة الوحيد. والكنيسة تعترف بيسوع إله وعريس. إله. حاضر وتجسد يدخل إلى خطيئة الإنسان وعريس مثل ما يقولنا ماربولوس يريد أن يجعل من كني... من كنيسته عروسا لا عيب فيها كامله بالمحبه، قلت له انت العريس الوحيد يلي ما بدي اتجمل تكون بستاهلك، انت العريس الوحيد يلي اذا بدخل تحت جناحه انت لح تجملني وتجعل مني عروس لا عيب فيها، لا لطخه فيها ولا تجعد، عروس رائعه بفعل شغلك انت بحياتي وعملت شغله ثانيه شككتهم بوقتها فلتت شعراتها على اجريه عند اليهود بعدهم لحديث اليوم المرأة ما بتفلت شعراتها قدام الناس المرأة لما بتتزوج يا بتحلق شعراتها يا بتربطهم لأنه الشعر شعر المرأة كان علامة إغراء علامة انتماء علامة عطاء الزيت للآخر كانت هيدي معودة تفلت شعراتها للناس تتوهمن بالحب تتوهم منهم بالحب لما وصلت إلى أجرين يسوع كانت أول مرة بتفلت شعراتها إلى عريس حبته مثل ما بتعرف تحب مسحت قدميه بشعرها وبدي لكم شغله ما كان حدا يغسل إجرين الثاني إلا العبد أو المرأة تغسل إجرين رجلها وكانت بهيدا الفعل عم بتحط كل حياتها بين إيديه وعم بتقول لكل الحاضرين من الآن فصاعدا أنا أنتمي هذا الرجل وكانت تقبلهما القبلة هي رمز الحب رمز المحبة رمز الاتحاد عرفت انه إجران هالشخص يلي ما قرف وما انزعج من انه ينجوي من خطايانا هو الوحيد يلي بيستاهل اني اعطيه كل حبي وللآخر أخوتي هالمرأة عملت فعل استقبال ليسوع كعريس سند بيعطي الفرح بيجمل بيعطي معنى للحياة وكإله طبيب جاي ينظف جروحات الإنسان ويداويها ويطهرها تيجعل من كل انسان فينا انسان جديد. رح نروح على بريك صغير لانه بدنا نشوف بعد شوي شو كانت رده الفعل وشو كان جواب يسوع اللي بيحمل السر ولكن خلونا كل واحد منا اليوم يقول اذا بدي اقدم ليسوع مدمعة اي دموع بدي اخذ معي. دموع انه ما عم بيرقوني بالشغل دموع انه ما عم بيزيدوا مصرياتي دموع اني ما عم لاقي عريس او عروس تتجوز دموع انه الحاله ما عم تتحسن دموع اني عم بتالم لاني مريض وماني شايف امل بالشفاء ولا دموع قلب الانسان الحقيقي يلي عم يفتش عن عريس يعطي معنى لحياته وينظف كل جيته ويداوي كل جرح كل واحد منا خلي يحمل بهاللحظة مدمعة حياته لأنه من هالمدمعة يسوع عنده جواب يداوينا فيه ومش نحن بدنا نغسل له إجراه هو لح يغسلنا بماء التطهير الحقيقي بماء الولادة الجديدة بريك نرجع حياتنا لكم مشاهدينا من بعد عرض حلقة جديدة من برنامج مهم تكون مسيحية يلي حملت عنوان من هو قريبي طرحنا عليكم سؤال عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وبيقول برأيك من هو قريبك ورح نكون بجولة على أبرز أجوبتكم على هالسؤال وتعليقاتكم على حلقة من هو قريبي منبلش مع كارولين يلي قالت قريبه هو كل دقه قلب نبضت من اجله وبدايه من نفس ذاتي مع نعم قلتها للرب وكملت مع كل انسان بتلاقى فيه وقلبي بينبض حب ورحمه لاجله والعكس صحيح منتابع مع ران يلي قالت قريبة بكل بساطة هو الإنسان يلي بيحبني وبيشعر فيي وبيعرف وجعي وما بيتأخر يكون حد بأصعب الأوقات هو يلي حامل بقلبه محبة يسوع وتعاملات يسوع وعلى أساسها بيتعامل معي ومع غيره حاتم قال قريبة هو الإنسان ما تريد أن يفعله الناس لك افعله أنت قريبي أن أرى كل شخص صنعت يد الله القدوس وفيه نسمة حياة من الله منتابع مع منى يلي علقت وقالت قريبة هو خي الفقير المريض السجين العليل الجائع الحزين واليتيم منتابع مع جميل يلي قال بالزمنات سأل الله قايين أين أخاك واليوم عم يسألني وين خيك وبكل صراحة بقول ما بعرف مين قريبة ولكن لما تصير ذاتي قريبة مني لما أتصالح مع ذاتي ومع الله بصير فيني شوف وأعرف قريبة خالد علق وقال قريبة هو قرب من الله لما بكون قريب من الله بقدر أنه يكون قريب من كل إنسان بحاجة إليه وأقدم له المعونة سواء كانت مادية أو معنوية وبحمل بقلبي ذاك الطفل الصغير ذو القلب الطيب وبحترم الجميع عبر الواتساب أيضا على الرقم سبعة كان عنا مشاركات وتعليقات على حلقة من هو قريبي منبلش مع اول واتساب يلي بيقول بصراحه الجواب بيتعلق بطاقتي على الحب والمغفره واوقات وقت يكون الغضب مسيطر علي يمكن ما يكون حدا قريبه هيدا اذا بدي يكون واقعيه مش ايديالست بتمنى وبطلب من ربي اوصل للوقت يلي بقدر فيه شوف القريب بكل شخص بحاجه لقرب منه واتساب اخر بيقول قريب هو كل شخص بده حدا يسمعه كل شخص موجوع من جوا ومن برا كل شخص وحيد كل شخص يقسان كل شخص تارك بيته وما عنده حدا قريبة انت منتابع مع الواتساب يلي بيقول قريبة يلي بيعمل بمشيئة مشيئة الأب ومنختم مع الواتساب يلي بيقول قريبة هو كل إنسان بيقدر كل تضحياتي تجاهه وبيرحمني إذا غلطت شي مرة بحقه لهون مشاهدينا منوصل لختام جولتنا على أبرز تعليقاتكم على الحلقة يلي حملت عنوان من هو قريبي وطبعا بالأسابيع المقبلة لح يكون في سؤال جديد ورح نكون بانتظار أجوبتكم وتساؤلاتكم عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك وإنستغرام وعبر الواتساب على الرقم 7188 سبعة. فلما رأى الفريسي الذي دعاه ذلك قال في نفسه لو كان هذا الرجل نبيا لعلم من هي هذه المرأة التي تلمسه وما حالها إنها خاطئة أخوتي سمعان الفريسي يلي كان مفكر أنه قادر يحقق أداسته بمجهوده لوحده شو كان عم يعمل بهاللحظة قدام يسوع؟ لكم المرأة تعترف بيسوع إله وعريس وهو عم بدين يسوع وعم يستكتر فيه صفة النبي إيه لو كان نبي ما كان تصرف هيك استكتر بيسوع صفة النبي بده يعلم يسوع شو بده يعمل، هو اذكى من يسوع، هو افهم من الله، هو عنده المقاييس الحقيقية وشو كان عم يعمل تجاه هذه المرأة؟ عم بدينا انسان التدين انسان المجهود، وديش انا واياكم اخوتي حذرنا عدة مرات، انتبهوا من انه نحول الحياة المسيحية إلى حياة مجهود شخصي. يلي بيعمل مجهود تيطبق الشريعة بلحظة أمام حب الله ورحمته بصير يدين الله ويقتل خيه. بصير يحكم على الله بأنه غير عادل. وبيحكم على خيه أنه ما بيسوى شيء أبدا أنا اللي عم بعمل مجهود كل هالسنين بكرة الله بده يكافيني مثلي مثل وحدي تابت آخر يوم عاملي حالة هلأ قديسي شريفة وين راح تعبي معقول بالسما نكون كلياتنا على ذات المستوى أخوتي من يسعى بمجهوده لتطبيق الشريعة بدين إله الشريعة وبدعوس من لا يصنع مجهود ويقع بالخطية اللي هي ضد الشريعة ولما الإنسان بيوقف هالموقف الحكم على الآخرين كمان برسالة ماربوروس إلى أهل روما بيقول له وأنت تدين أخاك أنت عم توقع بمخالفة الشريعة وتستحق الدينوني مثله وكأنه يسوع بده سمعان يعمل فعل هذه المرأة الخاطئة حتى بقلب أديسته المزيفة بده إياه يكتشف إنه هالأديسي من الأديسي الحقيقية لو كانت أديسي حقيقية كان لازم يكون هلأ مليان من عواطف يسوع من عواطف الله كان لازم يكون هلأ عم يتعلم من يسوع في مرة من المرات بطرس سبق يسوع كان يسوع عم يقول ابن الانسان سوف يموت، قال له حاشا لن يصيبك هذا ابدا، شو بيقول له يسوع لبطرس؟ قال له ارجع خلفي يا شيطان، سميه شيطان بهاللحظة هيدي، سبقتني كتير تعلمني شو بدي اعمل، عملت حالك تفهم اكثر مني عم تربحني جميل انك بتدافع عني، انت اليوم مدعو يا بطرس، انت اليوم مدعو يا سمعان، انت اليوم مدعو يا رمزي، مش انك تتفلسف علي، مدعو ترجع وراي تتعلم مني تكون تلميذ ترجع تقبل حبي المجاني لإلك وتخليه مجاني حتى ما تحاول تدفع لي حقه حتى ما تحاول تكافيني عليه اتراك حبي المجاني هو يطهرك هو يخلقك من جديد خليه مجاني اوعى بشي نهار تحس حالك انك انت رضيتني ودفعت لي ثمن حبي لألك وكان بهاللحظة عم بدين يسوع، عم يستصغر يسوع، وكان بهاللحظة عم بدين المرة، عم يستصغر المرة، عم يلغي المرة، وعم يقول لو كان يسوع نبي كان لازم بقفى اجره يبعثه ويقول له روحي ضبضبي أو روحي طهري حالك روحي اعملي شوية مجهود روحي غيري حياتك وبعدين ارجعي ومنشوف شو بنعمل معك ولكن يسوع كان جوابه لها ولأول مرة بيسميه باسم يا سمعان ليش سمي يا سمعان ليش يسوع بسميني يا رمزي ايه شو يعني يا رمزي يعني بعرفك يعني بعرف مشاكلك يعني بعرف خطا يعني بعرف قلبك يعني سمعتك شو عم بتقول بقلبك ما عرفك اكثر من ما بتعرف حالك يا سمعان عندي ما اقوله لك قال قل يا معلم لا يكون رياء لا يكون كذب هلا على اساس انه منه نبي و... هلا صار عم يقول له قل يا معلم قديش مرات نحن منعيش الرياء مع الله بنقول له شو بدك انت معلم نحن بنتعلم منك بنكون كلنا عواطف مش بس وقت تجي وقت الحقيقه بنقول له ما بتفهم شيء انت قال له يسوع يا سمعان عندي شيء اقوله لك قال قل يا معلم قال كان لمداين مديونان على احدهما خمسمائه دينار وعلى الاخر خمسون واذ لم يكن لهما ما يوفيان به سمحهما كليهما فايهما يكون اكثر حبا له اجاب سمعان وقال هو الذي سامحه بالدين الأكبر فقال له إنك بالصواب حكمت والتفت نحو المرأة وقال لسمعان لي لك عم يتطلع بالمرأة وعم بيسمع سمعان أترى هذه المرأة إني دخلت بيتك فلم تسكب على قدمي ماء عادة كان الضيف لما يجي من مشوار بعيد يغسلوا إجرائه قال له عندك خدم كثير كانت تودي شي واحد يغسل لي اجري اما هي فبالدموع غسلت رجلي وبشعر راسها قد مسحتهما انت لم تقبلني واما هي فمزدخلت لم تكف عن تقبيل قدمي انت لم تدهن راسي بزيت معطر زيت معطر يعني مثل ما نقول او كولون يعني ارخص انواع الريحه ارخص انواع العطر قال له اما هي فبالطيب بارفان شيء غالي اما هي فبالطيب دهنت رجلي من اجل ذلك اقول لك ان خطاياها خطاياها الكثيره قد غفرت لها لما قد غفرت لها بما أنها قد أحبت كثيرا أما الذي يغفر له قليل فإنه يحب قليلا قال له هي حبتني أكثر منها أعطاه الأمثلة. قال له شو الفرق بينك وبينه؟ كل المفتاح بجملة بما أنه بما أنها قال له خطاياها الكثيرة غفرت لها بما أنها قد أحبت كثيراً والنص ما بيعني انه لان حبت كثير غفرت لها كثير لانه الجمله الثانيه كان لازم تكون ومن يحب قليلا يغفر له القليل هي العكس واما الذي يغفر له القليل يحب قليلا شو عم بيقول يسوع؟ قال له بتعرف ليش هالمرأة خطاياها الكثيرة غفرت لها؟ العلامة انه خطاياها غفرت لها، البرهان انه خطاياها غفرت لها ليك قديش عم بتحب لأنه يلي بينغفر له شوي بحب شوي يلي بينحب شوي بيحب شوي يلي بيحب قليل هيدي علامة انه نحب قليل ولكن اللي بينحب كثير بيقدر يحب كثير وفينا نقول انه هيدي المرأة حقيقة غفر لها واختبرت هذه المغفرة الكبرى وهذا الحب الكبير العلامة انها الان عم بتحبني اكثر بكثير من ما انت بتحبني، انت عم بتحبني بشفاهك، انت عم بتحبني باكلاتك، انت عم بتحبني بمجهودك هي عم بتحبني بوجعها هي عم بتحبني بدموعها هي عم بتحبني بقلبها هي عم بتحبني بجيتها هي عم بتحبني بكل كيانها بعمق قلبها. لأنها اختبرت أني حبيتها بكل وجع وكل ألم وكل كيانة وكل جيتة والسؤال يلي بينطرح هل يا ترى يسوع بيحب ناس قليل وناس كثير؟ المشكلة بيسوع البابا فرانسيس بيقول ليس أن الرب أحب سمعان قليلا ولكن سمعان سمح ليسوع أن يحبه قليلا لأنه كان مليان من أنانيته مليان من زيته مليان من مجهوده ما قدر يشوف عمق خطيته وقف قدام يسوع وقال له أنا إذا بدك تسامحني ما عندي كثير إذا بدك تغفر لي خطاياي مش كتار إذا بدك تحبني أنا مش بحاجة لكتير، لك أنا معبى ناقصني شوي صغيرة إخوتي بابا فرانسيس في مرة قال جملة رائعة أخذها من كتاب لأحد الكراديلي لكاسبر بيقول إن إلهنا لا يتعب من ان يسكب رحمته علينا المشكله اننا نحن نتعب من طلب الرحمة. الذي يحب قليلا هو الذي يسمح للرب ان يحبه قليلا وبيتلطى وراء مجهوده وبيتلطى وراء اعماله تايقنا حاله ويقنع الاخرين ويقنع الله انه هو مش بحاجه الى رحمه كبيره. اخوتي، بدايه الحياه المسيحيه تبدا باعتراف الانسان بفقره المتقع، باعتراف الانسان بموته الكامل، باعتراف الانسان بخطيته الكبرى، بحاجته العميقه الوجوديه الى حب، الى مغفرة، الى رحمة، ان يكتشف الانسان انه قد ما عمل بعد كل يلي بيعمله منه شيء قدام يلي الله قادر يعمله فيه. وهذا الانسان بقلب وجعه وعندما يكتشف خطيئته، قال له خطيئتي امامي في كل حين. قال له كشفت, كشفت لك خطيئتي ولم احجبها لاني بعرف انك اله الرحمه اي متى بدات مرحله ومشوار شفاء هذه المراه الحقيقي يمكن لما سمعت فيه انه عم يغفر الخطايا وعم يقعد مع الخطا ولكن بقي عندها تساؤل واحد تا يبلش مشوار الشفاء ومشوار الرجوع الى اورشليم. احب الخاطي واحب العشار واحب زكى وأحب, واحب 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 ولكن انا انا الزانيه انا يلي خنته انا يلي بعيدي عنه انا المجوي. كيف رح يكون موقفه تجاهي؟ حبه قادر يستوعب خطيئتي لما اتت من ورائه وبدات تبكي وتقبل قدميه وما رفض باجره وزاح عنه فهمت انها امام رجل يعرف كيف يحب الحب الكبير وبلحظتها بدات ليكو كبت دموعه دموع, دموع الندامه ودموع الاسى ودموع التوبه يلي هي وجع نتيجه خطايانا ورواسب خطايانا ونتائج خطايانا وبدات تذرف على قدمي يسوع دموع جديده دموع البنتوس الندامه المسيحيه يلي اباء الكنيسه بيقولوا عنا هذه الدموع دمعتين. دموع الندامه المسيحيه اخوتي هي دمعتين. دمعه صغيره ودمعه كبيره. دمعه صغيره هي دمعه حزن واسى لاننا خنا الرب. خلنا المعلم مثل دموع بطرس ولكن أباء الكنيسة بيقولوا هذه الدمعة الصغيرة مقترنة بدمعة كبيرة هي دمعة فرح بلقائنا بحب النديم المسيحي ليست كالندم الغير مسيحي، هي رجوع فقط عن الخطيئة، النديم المسيحي الحقيقي هي تنبع من فرح اللقاء بالرحوم، بالرحمن، فرح اللقاء باللي ما بيعرف إلا يرحم ويحب، إخوتي الإنسان ما بيتوب وبيطلع من خطيته وبيبدأ مشوار الشفاء فقط، لانه شاف انه خطيته بتوديه على جهنم، وانه خطيته عم بتعيشه اليوم بجهنم، هيدا بيكون توبه عن خوف. من يتوب عن خوف كمن يحب عن خوف، لا قيمه لتوبته. التوبه المسيحيه تنبع من فعل شكر وفرح بلقائنا بهذا الحب يلي قادر يحبنا. بقلب جيتنا وبحبه قادر يغسل قلبنا ويضم جراحنا ويخلق فينا ادم جديد وبينهي وبقالها ومن ثم قال لها ان خطاياك قد غفرت اخوتي يسوع من جاي يرقع بحياتي وحياتكم. منُّو جاي يحسّن. منُّو جاي يخفّف الشر اللي فيي. ولا جاي يزيد الخير اللي بعرف أعمله. يسوع جاي يجعل مني إنسان جديد. إنسان بيشبهه. إنسان يليق أن يكون عروسة يسوع والعروس تتكل على عريسها وتسند عليه وباتحاد فيه تدخل بعالم جديد العروس حياتها قبل الزواج شيء وبعد الزواج تشبه تصبح شيئا آخر من تعرف على يسوع المسيح اصبح به خليقه جديده واليوم انا وياكم اخوتي بحاجه الى ان نبلش مشوار توبه مشوار ندخل فيه الى عمق جروحاتنا الى عمق خطايانا الى عمق المشاكل والجي يلي عايشين فيها اخوتي انا وياكم اليوم بحاجه الى ان نحط قدام يسوع وجعنا عن طريق الكنيسه عن طريق تلاميذ يسوع يلي اختبروا هالحب قبلنا لانه اذا ما اكتشفنا أننا محبوبون لهالدرجة أنه قادر يصب زي التعب على جروحاتنا ويصب خمرة حب اللي سكب كرمالنا على الصليب على هالخطايا أنا وياكم ما لح نبلش مشوار شفاء جديد اليوم أنا وياكم إخوتي بدنا نتخلى عن مشروع المجهود تندخل بمسار النعمة مش معناتها مثل ما اتهموا لمار بولس لما قال حيث كثرت الخطيئة فاضت النعمة قال في ناس أولوني شيء أنا ما قلته وعن يقولوا إني أنا عم شجع أنه نعمل الخطية أخوتي الإنسان أنا وياكم إذا ما اكتشفنا أنه بالخطية في موت مش ممكن نتوب إذا ما اكتشفنا أن الخطية هي سم عن يدفن حياتنا بمقبرة من اليوم مش قادرين نلجأ ليسوع واللي اكتشف أن الخطية بتوجع بيكون حمار إذا بيرجع له واللي اكتشف حلاوة حب الله اللي بيشفي من الخطية بيكون كمان حمار إذا ما بيتعلق بها العريس وبيقول له لن أدعك تتركني بعد اليوم لأن حبك لي أعذب شيء في الدنيا مشوار الإيمان أخوتي ببلش إذا اكتشفنا حلاوة حبه لألنا واللي بيعيش بعلاقة حب ما بقى في مكان أبداً لشريعة وقوانين ومجهود لان الحب يخلق فينا مشاعر حب منعيشها بدون مجهود. ابتداء من الحلقه القادمه رح نشوف عناصر حياتنا اللي منعيشها الاساسيه كيف ممكن نعيشها بدون يسوع، بدون حب الله وكيف ممكن تصير اذا يسوع كان عريس قلوبنا، كيف ممكن نعيش حياتنا ونتصرف بقلب هالدني لانه ابناء الملكوت تذكروا الحلقه القديمه ما بيشبهوا ابناء هذا العالم ومرات كثير بصير في تصادم بيناتهم ولكن هيدا التصادم هو تصادم مش حرب الغاء وحرب الدعوس لبعضنا مثل الحرب اللي كان عم يعملها سمعان ضد المراه الخاطئه ولكن حرب الحب مثل اللي كانت عم تعملها هذه المرأة وإن شاء الله تكون بسهام توبتها صابت قلوبنا ونبلش أنا وياك من اليوم أمام خطايانا ورحمة الله نزرف هالدمعتين لأنه دمعة الأسى بدون دمعة الفرح بتودي إلى الإحباط والانتحار مثل ما عمل يهوذا ودمعة الفرح بدون دمعة الأسى بتخيل نعيش كيف ما كان مثل ما بيقول البابا التوبة الحقيقية المسيحية هي يلي ما بنسى فيها خطيتي وما بنسى فيها رحمة الله ومثل ما قلت ساعتها بتدل رحمة الله مجانية وما بحولها إلى شيء مدفوع بحافظ على مجانيتها تدل فرح قلبي وقلبكم الله معكم